ديال البنية التحتية باش موفرة، ولكن المشكل اللي كاين دابا بعض الغازوات دابا ديال هاد الخمسة هادو عليهم الضغط، داكشي علاش اضطرينا ملي عليهم الضغط اضطروا الناس ديال الودادية مع الناس ديال العمالة والجماعة قال لك خاصكم يشدوا نهار 15 في شهر 8. اضطرينا الدراري جاو كيجيو كيقول لك عمي علي بغينا نحاولوا نجيو نلعبوا ما بقيناش فين نلعبوا دابا تيرانات مسددين، اضطرينا نهبطوا من التيران ديال عبد الواحد الله يرحمه ديال اللي تابع للودادية. دابا حاليا هو اللي كنترينو فيه دابا مما يحلوه ان شاء الله نهار واحد في شهر 9 ان شاء الله غيكون خير ان شاء الله. وحنا الحمد لله راه كنتعاونوا الدراري تقريبا راه غتسولهم بواحد بواحد يقول لهم عمي علي كيفاش كيعاملكم كيفاش كيتعامل معاكم في التعطير، كنسمعوا بزاف د الحوايج بالنسبه لي انا بزاف د الحوايج كنسمع فيهم باش نتعاون مع الدراري هادو كاملين وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. وكنتمنى من هنا لقدام الناس ديال العمل والجماعه يتعاونوا معنا تما باش نمشيو لقدام ان شاء الله. عطينا الحفره تبارك الله، راه شنقول لك راه ميامات عبد الواحد الله يرحمه راه كانت الحران كانت الياسام كانت المجد كانت العالم العربيه، كانوا فرق كبار كانوا كيلعبوا فيه هنايا وكانوا لعابه كبار دازوا فيه هنايا كسرجي عبد الرزاق اخو عبد الله هذا سميتو كان مجيد هذاك صلبان كان زعما لعابه كبار كالعرقوب ديال مبروك زعما نجوم دازوا هنايا كعزود الفايز زعما لعابه كبار دازوا هنايا وباقي الحمد لله حنا كنحاولوا ان شاء الله حنا نطروا الدراري هذو ويولوا نجوم ان شاء الله. كان من هذه المباراه دارت انا عندي واحد الولد ديالي تبارك الله راه كان هو داز من هنايا راه دابا لعب في الشمس الشباب اسميتو كيقولوا لي فوفانا ودابا ان شاء الله الى سهل لي الله راه غيمشي للاتحاد المحمدي هذا العام ان شاء الله الى سهل لي الله. كنتمنى ان شاء الله الدراري الاخرين يمشيو، عندي واحد جوج دراري تاهم راه مشاو للرجاء البيضاوي منهم كاتوف من واحد الدري سميتو بلاتي الاسم ديالو ان شاء الله مشى ليا ما عليناش راه جوج دراري تبارك الله راه مشاو دابا للفريق الرجاء البيضاوي كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وكنتمنى للدراري تاهم ان شاء الله الله يسر لهم حنا نديروا اللي علينا والكمال على الله الله غيسرعوا به ان شاء الله. قال لك عما قريب ان شاء الله غيسرعوا به ان شاء الله ويكون احسن تيرانات ان شاء الله في كازا ان شاء الله وكنتمناو ان شاء الله يكون من احسن تيرانات حيت هو راه داز منه اجيال واجيال واجيال واجيال. انت راه واقيلا عشت راك لعبتي فيه واقيلا كاع ان شاء الله راه لعبتي فيه كنتمنى ان شاء الله راه غنمشيو لقدام ان شاء الله من غير صايبو ان شاء الله كل شيء يكون على احسن ما يرى ان شاء الله. دابا بالنسبه للناس ديال الوداديه دايرين المجهود ديالهم بزاف كاع ومعهم السي حدادي تا هو الله يجازيه بخير بهذا المنبر كنشكرو زعما كيوفر لنا اي حاجه كيوفر لنا كيدير لنا تورنوات كيدير لنا بطولات زعما بزاف د الحوايج زعما ماشي كنجاملوا ولا شي حاجه كنقول هذاك الشيء اللي كاين لا هو لا السي عادي لا السي سي فهيم لا السي هذاك زهير زعما كيوفروا لنا كل شيء. دابا ملي جات هاد العطله هادي اضطروا يريحوا كلشي باش يريحوا الدراري يستراحوا والدراري ديالنا راه مشاو راه تبارك الله كاين مسكين اللي موفر لي راه مشى مسافر اللي ما عندوش راه اضطروا كيقول لك عمي علي جي الله يجزيك بخير ملي تسدوا التيرانات يلاه عاون نجيو نترينيو ان شاء الله ونوجدوا السنه الجديده ان شاء الله الا بغى الله وحنا غادي نجمعهم ان شاء الله. كاين واحد السي واحد من تابع اللي سميتو الوداديه ايوب تبارك الله عليه زعما كيقوم بالواجب ديالو مسك كيشرف على التيران كتجي ان شاء الله نهار الحد ان شاء الله تجي لهنايا تشوف مسكين كينقي كيطراسي كيدير بزاف د الحوايج هنا تابع تابع الوداديه تبارك الله عليه زعما حتى هو كنشكرو من هذا المنبر هذا زعما كيدير خدمته وتجي نهار الحد ان شاء الله غتشوف عاوتاني كاين غتكون واحد الجمعيه ديال الصناوي ان شاء الله تاهي غتكون ديال عبد الكبير غندير واحد كندير لهم واحد الدوري هنايا مصغر بيناتهم وتجي ان شاء الله الا جيتي تشوف غتشوف كل شيء على عينيك ان شاء الله.